طيب النهارده كان في ضربه جزاء مشكوك في امرها بالنسبه لمنتخبنا الوطني. بكاري جسامه راح للفار او سمع الفار، والفار قال له انها مش ضربه جزاء، كلنا صرخنا وقلنا عليها ضربه جزاء. وبصراحه ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، حتى لو كان هي هدف التعادل فنيجيريا اصلا ضيعت بتاع 4 أو 5 اهداف كمان، فهي مش سبب النتيجه. بس نتاكد اذا كانت ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء مع حكمنا الدولي الكبير الكابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. كابتن كريم صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينا. ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ شفت على طول هنتكلم فيها واحده واحده، هنتكلم فيها واحده واحده. كابتن كريم اتفضل اتفضل. هي اللعبه اول ما حصلت كنت يعني تدخل الفار حجم الاثنين، يا اما انت مش مقتنع، انت مش مقتنع كفار انها ركله جزاء وبتبقى ركله مرمى، يا اما ركله جزاء تستنى الحكم عشان يروح يشوفها في الـ في الـ في البار ويشوف اللعبه ويقيمها. لكن الحاجه الغريبه جدا ان تم احتساب ركله حره مباشره للمدافع. وده قرار انا مستغرب له، لان البار مش هديني فاول، البار حاجه من الاثنين، يدي ركله جزاء او يقول له لا مش ركله جزاء، لكن يديني فاول على المدافع على المهاجم. ده كان الصعب جدا في اللعبه. لما شفنا اللعبه واحده واحده زيزو ما عملش اي فاول، ما فيش حاجه طبيعي جدا حصل بين زيزو وبين مدافع نيجيريا. الاحتكاك الطبيعي دوت ادى لسقوط مدافع نيجيريا، فباهمال حصل عرقلة لزيزو دخل منطقه الجزاء، فهي ركله جزاء صحيحه لمصر لم يتم احتسابها، وكان لازم الفار يطلب من جسامه انه يروح يشوفها ويقيمها مره ثانيه ويديله فرصه ثانيه عشان يحتسب. عندنا احنا خلفيات كبيره وطويله ومتكرره مع بكاري جسامه، بصراحه لما بيحكم ماتش المنتخب مصر بتخض وبخاف بصراحه يا كابتن جهاد، بقلق يعني، اسم كبير المفروض في القاره الافريقيه بس دايما عنده اخطاء كارثيه يعني. هو 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 جسامه حكم كبير، ويمكن عشان اسم جسامه الكبير فتلاقي دايما الفار اللي موجود تدخله بيبقى قليل جدا، لان انا بحب مع حكم كبير فعندي ثقه في الحكم الكبير، لكن الصوره اللي بتحكم، انت قدامك صوره هي اللي بتحكم الحاسه اللي قدامك او الحاله اللي قدامك، ما ينفعش حاله زي دي تدي فيها ركله حره مباشره للمدافع. يعني انا 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 بصيت فيها مره واثنين وثلاثه عشان الاقي زيزو عمل حاجه المدافع، ما حصلش، ما فيش فاول موجود اصلا، وبالتالي انت حاولت تخرج او تلاقي لك مخرج من اللعبه بفاول للمدافع وده مش موجود. لكن اللي موجود اللي الصوره لما كملت اللي موجود ان في اهمال، الراجل لما وقع مدافع نيجيريا هو مش قاصد ان هو يوقع زيزو، لكن في احتكاك حصل، فده يعتبر فاول باهمال لما وقع زيزو بعد كده بالاحتكاك اللي حصل مع المدافع، وبالتالي ركله جزاء صحيحه كان لازم يرجع فيها للفار وينقذ الموقف حكم الفار. وجسامه لو كان راح شافها في الصوره كان احتسابها بدون شك. بشكل عام اداء الحكم في المباراه بعيد عن ضربه الجزاء كان عامل ازاي من وجهه نظرك؟ لا هو اداء في المباراه ما فيش حاجه في المباراه، لكن احنا لو اتكلمت على لعبه زي ديت هي لعبه مؤثره في نتيجه المباراه، وبالتالي دي بتنقص كتير قوي من طاقم التحكيم بالكامل، مش جسامه بس، فطبعا هي لعبه طبعا مؤثره في نتيجه المباراه، يعني كان بقى النتيجه، لكن في الاخر هتنقصوا كتير جدا في المباراه، لكن الاداء مجبرا كان كويس، لكن اللعبه دي تنقصه كتير جدا. بالتاكيد الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه حكمنا الدولي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.